بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد نستكمل في سلسلة حلقاتنا في حل الكتب الخارجية. عدنا من جديد مع كتاب الشامل. كنا احنا خلصنا الجزء الخاص بالهرمونات والحركة والتكاثر، كنا خلصنا الدرس الأولاني. النهاردة بإذن الله معادنا مع التكاثر في النباتات الزهرية. الأسئلة المقالية ما فيش طلب عليها قد كده بالنسبة للطلاب، وغير كده إن هي مجهدة شوية في القراءة بتاعتها، كم الأسئلة بيكون كبير. فلو في أي سؤال غير واضح فيها أتمنى أن تبعته لي مثلا، مفيش مشكلة، على جروب التليجرام وإن شاء الله الإجابة هتكون موجودة. نيجي نبدأ مع بعض بسم الله. جاي بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة. يشترك الكأس والأصدية في تكوين ثمرة. طيب احنا عندنا الكأس لوحده موجود في الباذنجان وموجود في البلح، لكن جاب لي معاه الأصدية، يبقى أنا كده مباشرة بروح على الرمان. طب التفاح؟ لا، التفاح اللي اشترك معانا التخت، تمام، لأنها ثمرة كاذبة. طيب نيجي رقم 2، المشيج المؤنث في زهرة النبات. مباشرة بروح على كلمة الايه؟ البيضة. غلط، احنا اتفقنا مع بعض اسمها البيضة، ماشي، البيضة او الخلية البيضية، ماشي، اي واحدة من الاتنين. انما عندنا البيضة 2 نون، والمبيض 2 نون، والكربلة 2 نون، انما البيضة او البيضية، تمام، او الخلية البيضية هي ديت اللي عندنا بتكون احادية المجموع الكروموسومي. اذا كان عدد الصبغيات في النواة المولدة سين، حلو، فإن عدد صبغات النواة الذكرية برضه زيها. ليه؟ ما هي هتنتج عندنا من انقسام ميتوزي. النواة المولدة بتنقسم إلى نواتان ذكريتان، تمام، ففي الحالة ديتي النواتان الذكريتان كل منهما سين، فيبقى احنا عندنا هنا سين وهنا سين، يبقى الاتنين صح، دي سين ودي سين. طيب نيجي مع بعض رقم 4، الطماطم عبارة عن بويضة ناضجة، بيضية ناضجة، مبيض ناضج، زيجود ناضج. طيب احنا قبل كده يا شباب اغلبنا يعني كلنا بناكل طماطم. طيب نيجي نفتح الطماطم بنلاقي جواها متقسمة غرف، وكل غرفة جواها بذور، صح؟ تمام، كل بذرة من اللي انت شايفها ديت كانت في يوم من الايام خلية بيضية، خلية بيضية، يبقى كلمة بيضية ديت لا تصلح لان الطماطم عندنا اكبر. طب بويضة ولا زيجوت؟ ما ينفعش زيجوت، كده احنا شطبنا 2، تمام، زيجوت ناضج يعني زيجوت انقسم، لا احنا عايزين حاجة أكبر. طيب هيبقى ايه اللي عندنا أكبر؟ ينفع بويضة ناضجة ولا مبيض ناضج؟ طبعا عندنا هيكون عبارة عن مبيض ناضج، تمام كده، وليس بويضة ناضجة. نيجي عندنا نمو أنبوبة اللقاح نحو مبيض الزهرة يعتبر انتحاء. انتحاء ايه؟ هل ضوئي؟ هل احنا جبنا سير الضوء؟ لا. هل انتحاء مائي؟ هل مثلا الكيس الجنيني جواه مية وبناء عليه بينجذب ليه؟ برضه لا. هل انتحاء أرضي؟ طب ما هو بينزل عندنا لتحت وبعد كده بيرتفع تاني لفوق، مش معانا أرض، يبقى احنا الحل الوحيد ان هو يكون انتحاء كيميائي، في مادة كيميائية معينة بتعمل عليه على جذب الأنبوب. طيب الشكل المقابل لإحدى العمليات اللي تحدث في النباتات الزهرية، تمام. طيب ده عملية مين؟ عملية التلقيح والإخصاب، حلو. أنبوب اللقاح، أنبوب اللقاح ماله الأنبوب؟ حلو زي الفل، في نواة أنبوبية ونواتان ذكريتان، تمام. ينقصها بلاستيدات ولا يغيب عنها الميتوكوندريا؟ ملهاش دعوة بالاستيدات. ينقصها الميتوكوندريا ولا ينقصها بالاستيدات؟ يغيب عنها الميتوكوندريا والبلاستيدات، يوجد بها الميتوكوندريا والبلاستيدات. طيب حد سمع قبل كده يا شباب ان هي لها القدرة على القيام بعملية البناء الضوئي؟ لا، تمام، ما جبناش سيرة حتة ان هي ايه لها دور في عملية البناء الضوئي، فبالتالي البلاستيدات نستبعدها لان بتسقط عندي فوق هنا وما فيش فيها اي بلاستيدات خالص، فبالتالي ولا نقص بلاستيدات هنشيل. طيب نيجي نشوف مع بعض، ينقصها بلاستيدات ولا يغيب عنها الميتوكوندريا، ويغيب عنها الميتوكوندريا والبلاستيدات. طيب هي الجزئية دي مش واضحة عندنا في الكتاب خالص يا شباب، الجزئية دي غير واضحة عندنا في الكتاب، تمام، لكن عندنا من المفترض ان هي موجود في الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة، عشان تنتج طاقة فتقدر تنمو عندنا بمرور الوقت، تمام، لأن أي حاجة بتنمو بتحتاج طاقة، ماشي، هتتغذى، لان احنا سمعنا قبل كده ان هي بتتغذى، بتاخد المحلول السكري الموجود على المياسم، فبالتالي هتبدا تستهلكه عشان تنتج طاقه، يبقى انا محتاج مين؟ محتاج الميتوكوندريا، تمام، فيبقى يغيب عن الميتوكوندريا البلاستيدات دي لا تصلح. البلاستيدات تغيب عنها ماشي، لكن يغيب عن الميتوكوندريا لا اعتقد ذلك، فبالتالي هتبقى الف. تنقسم النواه المولده لنواتان ذكريتان بمجرد وصول النواه الانبوبيه لفتحه النقير، قبل الوصول، بمجرد الانبات، بوصول حبة النقاح للميسم. لا،
احنا عندنا الانبات يا شباب بيبقوا الاتنين النواتين، نواة مولدة ونواة أنبوبية، الاتنين موجودين هنا في حبة اللقاح أول ما بتسقط، يعني مجرد ما بتخرج أو بتطير في الهواء أو بتنتقل عن طريق الحشرة بيكون فيها النواتين. سقطت هنا عندي بتبدأ عند النواة الأنبوبية تنمو، وبالمرحلة من هنا كده بتبدأ عندي تظهر النواتين الذكريتان. تمام، يعني النواتين الذكريتان دول يا شباب مش شرط يظهروا في المنطقة دي، لا ممكن يظهروا من هنا كده. تمام، فيبقى عندنا قبل ما يوصلوا لفتحة مين؟ النقير. ثلاثة، تصل إلى فتحة النقير أولا. تصل إلى فتحة النقير أولا، مين اللي هيوصل أول؟ طبعا النواة الأنبوبي هي اللي هتوصل عند الأول. طب النواتين الذكريتين لازم إيه يعدوا النواة الأنبوبي. طب النواة الأنبوبي بتوصل لحد فتحة النقير، ومجرد ما بتوصل النقير يا شباب بتتحلل، تكون إيه تتحلل مباشرة، بس مهمتها إن هي توصلنا لحد الباب. طيب نيجي مع بعض، البويضة في النباتات الزهرية، البويضة تمام عبارة عن الكيس الجيني والنيوسيلي، البذرة أو الحبة، البيضة زائد الأغلفة، الجنين زائد الإندسبرم. واحدة واحدة كده يا شباب، البويضة في النباتات الزهرية، البويضة. طيب عشان نعرف البويضة دي ايه، تعالوا نبص على الرسمة. أدي عندنا كده يا شباب، ده كده كله على بعضه من بره بنسميه مبيض، كله على بعضه اسمه ايه مبيض، لكن من هنا عندنا الجزء ده كده بنسميه بويضة، يبقى الجزء ده عندنا هو البويض. بداخل البويضة الكيس الجنيني تمام، وبداخل الكيس الجنيني 8 أنوية، اللي 6 منهم أصبحوا على شكل خلايا. تمام، واحدة خلية بيضية واتنين مساعدتان وخلية سمتية، واتنين عندنا نواتان في النص وليس خليتان، نواتان بنسميهم نواة الكيس الجنيني. طيب حلو، بيقول البويضة بقى عبارة عن الكيس الجنيني زائد النيوسيلا، ولا البذرة أو الحبة، ولا البيضية زائد الأغلفة، ولا الجنين زائد الإندسبرم. انا عندي مين اشمل يا شباب؟ مين اشمل؟ هل هو الكيس الجنين والنيوسيلا؟ طيب ده الكيس الجنين، النيوسيلا فين؟ المفروض النيوسيلا دي الاتنين دول بعد ان ما تتحد مع النواة الذكرية. طيب ده الاولاني، البيضية زائد الاغلفة، يعني البيضية دي تمام والاغلفة. طيب والباقي فين؟ البذرة او الحبة، البذرة او الحبة. طيب نسيب البذرة أو الحبة للآخر. طيب نيجي عندنا الجنين زائد الإندوسبيرم، هل هو الجنين تمام اللي هو عبارة عن الخلية البيضية لما تتحد مع النواة الذكرية ويبقوا الاتنين خلية واحدة، والإندوسبيرم التلاتة دول؟ طيب ما هي عندنا فعلا ممكن يمشي المبيض، البويضة بتاعتنا بتتكون في النهاية من الجنين والإندوسبيرم اللي هو الغذاء المدخر معاه، لكن عندنا الأفضل يا شباب إن احنا نقول هي البذرة أو الحبة. ليه؟ لأن البويضة عندنا في المستقبل سواء كان الجنين معاه الإندسبيرم، معاه الإندسبيرم، يبقى أنا كده بتكلم عن حبة. طب الجنين هضم الإندسبيرم وكون فلقتين، يبقى أنا كده بتكلم عن بذرة. يبقى مين الأشمل؟ الجزء ده كده يا شباب بيمثل مين؟ بيمثل حبة فقط، لكن أنا عندي البويضة تشمل البذرة وتشمل الحبة. واضح كده يا شباب؟ طيب نيجي مع بعض رقم 8، المحيط الزهري الذي يستطيل قيام بعملية البناء الضوئي. طبعا محيط يكون لونه أخضر. هل الطلع ده بتاع حبوب لقاح ملوش دعوة، هل تويج ده في الغالب بيكون ملون، بعض النباتات قد يكون فيها تويج في جزء أجزاء بيكون خضراء، أو بعض النباتات بيكون فيها الكأس برضو ملون تمام، فبتختلف، لكن بصفة عامة بنلاقي أغلب الأحيان الكأس عندي هو اللي بيكون لونه أخضر في الازالة القدرة كان بعملية البناء الضوئي. طيب 9، نباتين يمكن أن يقال بشكل قاطع أنهما من نفس النوع إذا ما يوجد تشابه في 90% من جيناتهم. لا مش شرط. متشابهين ومتطابقين في امتلاك مركبات أيضية ثانوية. مش شرط. يمتلك نفس العدد من الصبغيات. يمكن يتمكن من التزاوج بحرية ويكون بذور. لا هي دي الصح، نفس عدد الصبغيات مش شرط. طب ما احنا عندنا الشمبانزي 48 والبطاطس 48، الاتنين عندهم نفس العدد من الصبغيات، اقول ان الاتنين قرايب؟ لا ما ينفعش. تمام، تشابه في 90% من جيناتها، أنا وأنت متشابهين في 99.9% من الجينات بتاعتنا، أنا وأنت تمام، شوف أنت فين وأنا فين، أو شوف شكلك إيه وأنا شكلي إيه، في اختلافات كثيرة بينا تمام، العيلة بتاعتنا مختلفة، أنت من عيلة وأنا من عيلة، رغم كده في بينا تشابه بنسبة 99.9 تمام، الواحد من 10% ده هو اللي إيه، ولو الواحد من 100% ده هو سبب الفروقات المختلفة اللي بينا. طيب نيجي عندنا، يوجد نقير. نقير فين؟ في حبة الذرة، بذرة الفول، بذرة التفاح، جميع ما سبق. رأيكم يا شباب؟ ها نقير.
هنلاحظ يا شباب ان النقير ده عبارة عن ايه يا شباب؟ تعالوا كده نشوف مع بعض الرسمة بتاعتنا. النقطة ديت يا شباب ادي النقير، دي النقطة اللي بيدخل منها النواتان الذكريتان. طيب هل يا ترى ماهيش موجودة في النباتات دي يا شباب؟ لا موجودة، طالما احنا كوننا بذرة او كوننا حبة يبقى موجودة فيها، تمام؟ فبيبقى تالي عندنا جميع ما سبق. يعمل التلقيح الزهري على، تلقيح زهري بيعمل على ايه يا شباب؟ يعمل التلقيح الزهري على اكتمال ندوب الثمرة، تساقط الأجزاء الزهرية الغير لازمة، تحفيز نمو المبيض، كل ما سبق. التلاتة، تمام؟ فيبقى جميع ما سبق، لأن مجرد ما بيحصل تلقيح يا شباب، تمام، بيحفز الثمرة لتكوينها، وممكن تتكون من غير بذور، تتكون من غير بذور، تمام. المبيض برضه هيبدأ ينمو، سواء في بذرة حصل إخصاب أو ما حصلش، هيحصل عندي التحفيز نتيجة التلقيح. تساقط الأجزاء الزهرية الغير لازمة، خلاص المبيض بتاعنا بدأ ينمو عشان يكون ثمرة، فبالتالي الكأس والتوليب ممكن ما يكونش لهم أي أهمية، فبالتالي ممكن يسقطوا عندي. طيب يتوافر عنصر الجذب والمكافأة في التلقيح، طبعا حشري. ليه؟ ما هو جذب، بنجذب مين؟ بنجذب الحشرات. والمكافأة ليه؟ بنديها رحيق وبنديها حبوب لقاح، تمام. لكن الهواء مين اللي هينجذب؟ حبوب اللقاح. طب مين اللي هيكافئها؟ مفيش، ذاتي مفيش، النبات بيدي لنفسه، الماء مفيش، فاحنا عايزين نجذب ونكافئ، يبقى احنا بنستخدم حشرات. لا يتبقى من المحيطات الزهرية سوى محيط واحد في ثمرة، محيط واحد، محيط واحد. البلح عرفنا ان بيكون فيه الكأس، القرع بيكون فيه التويك، ماشي، بس التويك في الغالب بيكون معاه عدة مكونات أخرى. طيب الرمان، لا كأس وسبلات، ماشي، الاتنين موجودين. فالتالي في عندنا مين؟ البرتقال، ما لا يتبقى منه شيء، فيبقى عندنا بس محيط واحد، هيبقى فين؟ في البلح والباذنجان اللي هو الكأس. طيب القرع ده بيبقى التويج، اي نعم، لكن بيبقى معاه كمان بعض الاجزاء الزهريه اللي موجوده جواه، بتبقى موجوده مع القرع، تمام، وده شرحناه في فيديو شرح قبل كده. طيب يحدث الاثمار العذري في ثمار، اثمار عذري، طبعا هيبقى عندنا الموز، لان الموز بينمو من غير بذور، تمام، فده اثمار عذري. انما البلح ليه بذور، يكون مثلا لا بذور، والتفاح كمان ليه بذور، تمام. نيجي عن بعض، الشكل التالي يمثل مراحل تكوين الكيس الجنيني. حلو، ادي عندنا الكيس الجنيني، تمام، وده المبيض. الكيس الجنيني بداخل المبيض، وجوه عندنا نواة، انقسمت عدتنا 4، 3 اختزلوا اللي هم الصغيرين دول، فضل واحدة، بدأ يحصل عندي الانقسامات الميتوزية، ادتني 8 أنوية، تمام، وتقسموا 3 2 3. تم تكوين الكيس الجنيني من خلال عمليات، عمليات ايه يا شباب؟ طبعا احنا عندنا يا شباب الكيس الجنيني بيبدأ من أول الجزء ده، تمام، لان هنا حصل انقسام ميوزي، ادانا 4 خلايا، ان هنا 3 تختزلهم او تلاشهم او اختفهم او تحللهم وتبقى واحد. هنا بقى يبدا نمو كيس الجنين، فمن مراحل من اول 3 لحد ما وصل ل6، دي اللي حصل فيها الانقسامات. طيب اي انقسامات عندنا؟ طبعا انقسامات ميتوزي، هنا 2 كان ميوزي، لكن 3 و4 و5 دي كلها انقسامات ميتوزي. طيب فجاي بيقول لي تم تكوين الكيس الجنين من خلال عمليات 2 انقسام ميوزي، طبعا ما بنستخدمش الميوزي، تمام، 3 انقسامات ميتوزية، اللي هي 3 و4 و5، فعلا عندنا اللي هو الجزء ده. 2 انقسام ميتوزي يعقبه 3 انقسامات ميوزية، لا ما عندناش انقسام ميوزي، يعني 2 انقسام ميتوزي يعقبه 3 انقسامات ميوزية، يعني اللي احنا عندنا دول ميوزي، طبعا دول لا مش ميوزي. ألف وباء على الترتيب، ألف وباء على الترتيب، يعني 2 انقسام ميوزي وبعد كده 3 انقسام ميتوزي برضه لا تصلح عندنا، فيبقى احنا عندنا 3 مرات ميتوزي. رقم 2، تدخل الأنوية الذكرية عبر التركيب، الأنوية الذكرية طبعا تدخل عن طريق النقير اللي هو 7. الجزء الذي يناظر النبات المشيجي في السراخس، النبات المشيجي اللي هو بيكون عندي أحادي المجموعة الكروموسومية، النبات المشيجي بيكون عندنا أحادي المجموعة الكروموسومية، تمام كده. فمين اللي بيناظره عندنا هنا؟ مين اللي بيناظره؟ هل واحد الخلايا الجرثومية الأمية، واحد خلايا جرثومية أمية، خلايا جرثومية أمية عندنا بيكون 2 نون، تمام. طيب 6 الكيس الجنيني، 6 الكيس الجنيني بيكون فيه 6 أنوية،
1 و6. لا توجد إجابة صحيحة، أنا مش لاقي أي حاجة تكون أحادية المجموعة الكروموسومية. يعني احنا لو جينا لستة اللي هو الكيس الجنيني، في خلايا بس في خلية واحدة اللي هي الخلية البيضية. احنا عندنا النبات المشيجي بيكون فيه الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، فأنا مش لاقي أي تشابه ما بين الاتنين. تمام، هل تشابه من حيث المجموعة الكروموسومية؟ النبات المشيجي مهمته يكون أمشاج، النبات المشيجي مهمته الأساسية يكون أمشاج، والأمشاج بتكون أحادية المجموعة الكروموسومية. يعني رأيي إن هو ممكن 6 تمشي. طيب نيجي مع بعض الـ16. إذا كان عدد صبغيات في نواة خلية البازلاء أو البسيلة 14 صبغي، فإن عدد الكروموسومات في النواة الأنبوبية طبعا النص، لأنه بيتكلم عن خلية نبات ماشي، فطالما محددناش يبقى خلية جسمية. إنما لو جيت اتكلمت عن حبة لقاح أو بويضة يبقى هتتحدد شوية. طيب فيبقى احنا عندنا النواة الأنبوبية بتكون نون. طيب نختار 7 صبغيات ولا 7 أزواج؟ 7 أزواج يعني 14، 14 صبغي يعني 7 أزواج، يبقى دي الاتنين متساويين. لا احنا هناخد 7 بس. عدد الخلايا داخل الكيس الجنين، ناخد بالنا من السؤال ده. الكيس الجنين اتكون فيه كام؟ 8 أنوية من 3 انقسامات ميتوزية، مظبوط؟ تمام. هل كلهم كونوا خلايا؟ لا، انا عندي كام واحدة كونت؟ 6 بس كونوا. فيبقى عدد الخلايا داخل الكيس الجنين كام؟ 6. لكن لو سألت أنا عدد الأنوية 8، عدد الأنوية 8. طيب نيجي نشوف مع بعض رقم 18. تفقد ثمرة الرمان والباذنجان عند تكوينها الكأس، التويج، التخت، الطلع. طيب ثمرة الرمان والباذنجان، احنا عرفنا ان الرمان والباذنجان الاتنين بيكون عندهم الكأس موجود، الاتنين بيكون عندهم الكأس موجود ماشي. بس دلوقتي الرمان عندنا كمان الطلع بتاعه موجود، الطلع بتاعه موجود حلو، فمفيش عندنا لا تويك ماشي كده. طالما هو جماعة الاتنين انا ما اقدرش ايه اقول الطلع لا، تمام، لان الطلع موجود عندنا في الرمان، لان الرمان بيتميز بوجود الكأس ووجود الايه الأسدية. طيب فيتبقى عندنا مين؟ التويج لو موجود هنا ولا هنا. طب واحد يقول التخت، التخت ده يا سيدي اللي مرتبط بالنبات، يعني الثمرة بتاعتنا ايه الجزء اللي هي مرتبطة بيه من هنا كده مباشرة، الجزء ده كده اللي هو ده التخت، النقطة دي اللي هي التخت، تمام. طيب عدد الأنواع اللي تدخل في تكوين حبة القمح، حبة القمح ناخد بالنا من حاجة، انها عندها خلية بيضية ونواة الكيس الجنينة دي كده 2، ونواة ذكرية لدي ونواة ذكرية لدي، يبقى انا كده عندي كام؟ عندي 3 و2، يبقى انا عندي كده كام؟ 5. التلاتة دول هيكونوا نيوسيلا تمام، أو سويداء البذرة أو الإندوسبيرم، وعندنا الاتنين دول هيكونوا لنا الجنين. طيب نيجي مع بعض لرقم 20. في النباتات الزهرية الغذاء المطلوب للإنبات يوجد فيه، طبعا في نباتات زهرية يبقى أنا بتكلم عن أزهار تمام. طيب النباتات الزهرية قد تكون فلق أو فلقتين، الاتنين بيكونوا، الاثنين بيكونهم، فيكون في الفرقتين، لان الجنين هضم الاندوسبيرم او تغذى على الاندوسبيرم في الفتره الاولى من حياته تمام، فيبقى في فرقتين، او ممكن عندنا في الاندوسبيرم اللي هو جيم تمام، انما المشيج ما يمشيش، يبقى انا عندي الف وجيم. اي من الاتي يكون يقاوم فعل الانزيمات، يقاوم فعل الانزيمات، جدار حبه اللقاح، الفلين، الياف الخشب، كيتين الورقه. سؤال غريب يعني. أي من الآتي يقاوم فعل الإنزيمات؟ هنلاقي جدار حبة اللقاح هو الوحيد الجدار اللي قدامنا بيكون جدار سميك لمقاومة العوامل البيئية الغير مواتية لحد ما يسقط عندي على المياسم، فبالتالي يعني هو الوحيد اللي عنده جدار سميك تمام. إنما الفلين ده عبارة عن خلايا ميتة، الكيوتين ده طبقة شمعية الهدف منها الحفاظ على المية، ألياف الخشب انا مش شايف اي حاجة يا شباب، الا يعني جدار حبة اللقاح الوحيد اللي عنده جدار سميك تمام، فيبقى يمشي معانا حبة ايه اللقاح. المحيط الخارجي للزهرة طبعا اسمه كأس تمام، وبعد منه التويك، وبعد منه الطلع والمتاع. طيب الشكل المقابل يمثل قطعا عرضيا في زهرة، التركيب الف الف ابص عليه الايه الوحيد اللي موجود عنده بالخارج، القطعات دي كانت موجودة زمان يا شباب في المنهج بس اتشالت من عليكم، ده الكأس اللي هو الأول ترتيب، تاني حاجة التويج تمام، وده عندنا المنتوج بتاعتنا كم منتوج موجود؟ 2 4 6، وبعد كده عند المتاع متقسم لـ3 قرابل، ده بالنسبة للتقسيمة بتاعتها.
فهنيجي نشوف مع بعض عندنا. جاي بيقول لي الشكل المقابل يمثل قطعا عرضيا في الزهرة، الكأس في محيطين، هل الكأس محيطين ولا محيط واحد؟ تمام. التويج وبتلاته في محيطين، التويج وبتلاته في محيطين. تمام. الطلع وأزديته في محيطين، الطلع والأزدية في محيطين. لا توجد إجابة صحيحة، طبعا كل واحد منهم موجود عندي في محيط واحد، يعني في مستوى واحد. بس في بعض الأحيان بتلاقي مثلا أزهار تلاقي عندها الورقة بتاعت البتلة موجودة، وموجود كمان واحدة تانية هنا كده وواحدة تالتة هنا، بيبقى كده بنقول عليها في أكتر من محيط، محيطين. تمام. ممكن تلاقي بعض الأزهار تبقى بالشكل ده، في برضه بتلات تانية موجودة، فبنقول عليها اه ده كده مستوى اتنين وده التالت. تمام. لكن حاليا ما فيش ولا واحدة من دول. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم اتنين، بيقول التركيب بقى. المتاع مكون من 3 كرابل. نيجي نبص كده عندنا المتاع، ده المتاع موجود، ده كربلة اتنين 3 كرابل، يعني متقسم عندي 3 غرف. طيب تعال نشوف الايه ده تمشي معانا. الطلع والأزياء في محيطين، طيب ادي الطلع والأزياء بتاعته اللي موجود عندنا، هل في محيطين؟ يعني مثلا ده موجود مستوى، ولاقي مستوى تاني عندي هنا مثلا. تمام. بالوضع ده لا ما هوش موجود. طيب المتاع مكون من 6 كرابل، لا هو 3 كرابل بس. ماشي. المتاع وكرابله ملتحمة، المتاع وكرابله الملتحمة. هل عندنا أفضل واحدة يا شباب زي ما احنا قلنا اللي هي رقم ألف؟ نيجي مع بعض الرقم 3، بيقول التركيب سين يمثل، التركيب سين عندنا يبقى يمثل عندنا المحور الزهري. طيب نيجي مع بعض عندنا الرقم 24، أعضاء التأنيث في الصراخس تناظر نقط في النباتات الزهرية. أعضاء التأنيث في الصراخس عندنا، احنا عرفنا إن الصراخس بيكون عضو تأنيث فيها اللي بيمثل الأرشيجونيا. تمام. والأرشيجونيا عندنا هي اللي بتنتج بويضات. طب في النباتات الزهرية مين اللي بينتج بويضات؟ هل البويضات ولا المبيض؟ طبعا عندنا هيبقى المبيض، لأن المبيض هو اللي بداخله بويضات. نيجي مع بعض الرقم 25، تكوين بذور بدون إخصاب في النباتات الزهرية يسمى بذور بدون إخصاب. يبقى احنا عندنا ده ثمار بدون بذور، ماشي، اللي هو ثمار عنصر، انما بذور بدون اخصاب ما سمعتهاش دي صراحه قبل كده، فلو حد منكم سمع عنها حاجه يعني اتمنى يفيدني في التعليقات. الجزء السفلي من الكربله ويحتوي على البويضات، طبعا احنا عرفنا ان عندنا اعضاء التانيث الجزء المنتفخ تحت المبيض، الانبوب قلم، ومن فوق ميسم. مين اللي في البويضات؟ هل الميسم ولا القلم ولا المبيض؟ طبعا عندنا هيبقى المبيض.